رجال في المطبخ؟ ايوه رجال في المطبخ. وين ما كنتم السلام عليكم، مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين وكل من يسمعنا عبر الأثير بانوراما اف ام في حلقة جديدة من برنامج رجال في المطبخ. اليوم ضيفنا هو الأستاذ الإعلامي الرياضي عبد العزيز الغيامة. مساك الله بالخير أستاذ عبد العزيز. يا أهلا وسهلا، مساء الخير، حياك الله أستاذ زيد. الله يعطيك العافية، سعدي متواجدك عبر الأثير بانوراما اف ام. أنا أسعد والله. بداية أبارك لك حلول شهر رمضان المبارك، والله يجعل إن شاء الله شهر خير وطاع علينا وعليك إن شاء الله. آمين إن شاء الله، الله يبارك في للجميع إن شاء الله. اللهم آمين. أستاذ عبد العزيز، خليني أسألك سؤال يعني يخص الرجل في المطبخ، هل علاقتك في المطبخ جيدة أو غير جيدة؟ لا والله للأسف غير جيدة مرة. غير جيدة؟ أي. يعني أفهم أنه ما في علاقة أصلا. لا مستحيل. طيب وش السر يعني؟ علاقتي متوترة معها. يعني ما حاولت أنه بحكم ممكن عملك كإعلام أنه ممكن تروح تسافر عن أهلك أو ممكن خارج المملكة العربية السعودية، فيعني ما حاولت أنك تودد العلاقة بعض الأحيان؟ والله للأسف يعني هي أعتقد، شوف المطبخ أعتقد مهارة يعني، أنا للأسف مهارتي يعني سيئة جدا في الأمور هذه. طيب يعني دور الرجل انه مثلا اذا راح كشته ولا راح طلع على البر ولا اي شيء يصير سبحان الله فنان في الطبخ، شلون ما ادري، هل الاجواء استاذ عبد العزيز يعني تساعد ممكن جو حلو ونفاه يا لك الحمد؟ لا وشوف، هو اساسا دائما طبعا الرجل يعني الطبخ الرجل يكون له نكهه تختلف عن طبخ البيت. ما لا أعرف إيش السر يعني في هذا الموضوع، لكن إحنا دائما متعودين إذا والله مثلا بمزرعة ولا مثلا باستراحة ولا بكشتة في بر ولا أنت مسافر برا واحد يطبخ تشعر أن يكون في لذة في الأكل أكثر مما لو كان هناك مثلا امرأة هي اللي بتسوي هالشيء. صحيح. طيب ولا نعرف يعني السر وراء الموضوع يعني. حلو. طيب بالنسبة للأستاذ عبد العزيز، يعني وجبة رئيسية يحب يشوفها كل يوم في سفرة شهر رمضان؟ السمبوسة. السمبوسة، حلوين. طيب ولا هي سمبوسة بعد؟ ولا هي أي سمبوسة، هو يعني البوف أو السمبوسة جبن يعني هي اللي أنا تعجبني مرة يعني، ما أحب لغيرها ما أكل أبد. حلو. ما شاء الله عليك، باين انك محافظ على اكلك الصحي، لانه ممكن الزيوت تزيد نسبه الانزيمات عندك وانت خاصه وانت صايم. اكيد والله. ما شاء الله عليك، الله يعطيك طول العمر والصحه والعافيه ان شاء الله. خليني اسالك طيب سؤال اخر استاذ عبد العزيز، سؤال اخير، يعني انت تحب من الناس اللي تلعب على شوط او شوطين في رمضان؟ لا والله توزيع افضل، اساسا انك تاكل مره واحده مضر صحيا لك يعني، انك تضع كل حاجه مثلا على الفطور. انا انصح يعني المستمعين انهم يوزعوا اكلهم في رمضان، ما يكون يعني مره واحده يكون مثلا قبل الفطور. لا قبل الفطور انا عاده اساسا ما اكل اي شيء يعني، بس يعني قهوه وتمر ويعني مويه فقط وشيء خفيف يعني، ولا اكسر بعد زياده على ذلك. ليش؟ لانك انت الان تنتظر تصلي المغرب. حلو. صلاه المغرب تكون مرتاح اكثر اعتقد، وبعد صلاه المغرب تاكل حتى ايضا ما تكسر، لان وراك صلاه عشاء وصلاه تراويح، بالتالي الاكل المناسب يكون دائما بعد صلاه التراويح يعني الأكل بإكثار أقصد. يعني الأغلبية ما شاء الله تبارك الله يعني إلا ما شاء الله في الشوط الأول 10 قدام وحارس واحد فقط وراء، فهذا يفاجئ المعدة عرفت على طول. أيوه، وهذا والنوعيات هذه أعتقد دائما يكون يشعرون يعني أسميه إرهاق أو خدور يعني، يكون جسمه خادر كثير أو حتى ما هو قادر إنه حتى يفكر. حتى ما تفضلت أنت قبل شوي إنه ممكن تثقل عليه في صلاته. أي صح يعني، فالأفضل إنك أنت تخفف يعني ما تأكل شيء كثير، لكن يكون بعد صلاة التراويح أفضل لك يعني، يكون الجو مناسب، تشاهد أشياء كويسة وأنت قدامك تلفزيون توك مخلص صلاة، صحيح مريح رأسك يعني. صحيح. يعطيك العافية أستاذ عبد العزيز، نبغى منك كلمة أخيرة اللي يسمعون عبر الأثير بانوراما اف ام بحلول شهر رمضان المبارك. والله يعني أقول استمتعوا بشهر رمضان، شهر رمضان كله خير. أنا من الناس اللي أحب هذا الشهر،
نستمتع فيه بعبادة رب العالمين، الصوم والصلاة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون وما فيه من يعني ثقافة وترويح وأيضا عبادة. اللهم أمين. يعطيك العافية أستاذ عبد العزيز الغيامة، كان معنا عبر الأثير بانوراما FM. شكرا لك أستاذ عبد العزيز. تسلم أستاذ عزيز، الله يخليك، شكرا. إلى هنا أعزائي المستمعين وكل من يسمعنا عبر الأثير بانوراما FM نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ألتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج الرجال في المطبخ.